واستوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء زادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مركا لأي كل انتديني برنامج كني عن قلب والباء وجمعاء يهوين والباء وجمعاء
iyo maalin kasta oo sabti ah iyo habeen axad soo galayso sabti ayaduna ay tahay xigto oo halka barnaamij idinkaga soo taban jirnay oo ku saabsan tasxiixu tilaawa qur-aanka kariimka layskaga saxayo ikhwaani aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ilaahay waqtiga haynoo barakeeyo jaaniska iyo fursadaha iyo la haystana kuwii ka faa'iidaystay allah naga dhigo waxaan hawada idin soo marinayaa inta salaada maqrib aan la gaarin ka hor barnaamijkeeni laba qof iyo saddex qof intaan qur-aanka kariimka aan ka saxi karno inaan ka saxno caawana barnaamijkeeni waxa uu ka bilaabanayaa isbuucii u dambeeyey waxaan soo galnay ahayd waxaanu ku ekaysiinay casharkeeni shanaad suuradda la yidhaahdo ida zilzilat alardu zilzaalaha caawa waxaan insha allahu tacaala aan iska saxi doonaa laba suuradood سورة كوواد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أم سورة البينة سورة البادنا إن أنزلناه في ليلة القدر مارك البادة سورة دوت يعني هل كان ولا لا أن هود أسوى مرن إن عدد كوواد عن دقي سندونا إن شاء الله تعالى إن أن كسحنا وهدي إلهي كدق وقت يجانس كنا إنو سامحه بإذن الله الكريم أنت waxaan leeyahay marka waxay tahay ikhwaani soo dhawaada barnaamijkana waxa laga qayb qaato sa telefoonada aad ku arkaysan labadaas telefoon ayaa soo garaaci kartaan ee xagga emoga aad nagala qayb qaadan kartaan dabcan waa emo keliya ayaa inoo furan barnaamijyada kale lama soo wici karo marka laga reebo ardada sida gaarka ah ee qur-aanka ugu barata ee beeshka ku taxan ee gruubka whatsappka ku jirta marka laga reebo ayagu way soo wici karaan zoomka dhammaale laakiin dadka kale emo ayay soo wacayaan insha allah whatsappkana lama soo wici karo ka programkiisana umaba diyaarsana inta ka horeysana marka waxaan sugaynaa insha allah iyo qofka dhegaystaha ugu horeeya aan soo qaban doono laga gaarayo waxaan isa dhegaysanayna waxay tahay kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala barnaamijkana hala sheer gareeyo idinkoo maasa dhegeysi wacan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ. عطك كورنو يا رغد ولال. سورة البينة اللي قبل يا أخي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ويؤتوا الزكاة وذلك الدين الحق
ميكروفون كورا عودك أودوي وحير أظهر عليها بارك الله فيك جزاك الله خير ما عم حالي هذا يا ما شاء الله نقص وعيسي ذلك مبارك عبد الرحمن وعبد المحسن تاي ان حرف كلاي له حرف الخاء حرف الخاء ورد عدك هذا ايو ما شاء الله نبرات صوتي هذا ادي هذا ايقو ناكسني هاي ما شاء الله ان انا باهن قفو البنى ده انو قرآن كسلا دو اخري سو سلم ده ايو اخريان دادك والا لك انتو دكالة مركا كلية ملاحظات كماش كنش روحة يتهاي markaad istaagayso meel ay neef ku qabato waxba haasi jiidina barta markaas aad arkayso sada nidaam waxaa lagu istaagayaa ala waqf adigoo nidaam waxaad ugu istaagsay xarf ka soo reeban yahay oo kale ayaa lagu istaagaa marka khalidina khalidina oo kale neef ku qabatay maxaa sameeyaa khalidin qaab ka soo kale ugu istaagaysa khadan wala soo muujinaya أحسن الله إليك وبارك الله فيك أخي آد يا آد ونك سنت هاي القرآن كانت حفظها سنت هاي بنرجينا إن شاء الله الله يبارك فيك وجزاك الله خير آد يا آد وما سنت هاي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن هذا كنت دركت صورة للأسف وأنك حنا هاي ولكن وكجو أي دملا إن شاء الله تعالى إن وحي نوحي إن دقيسي كلا لقيستها كلا أيان السجين إن شاء الله تعالى إنه نصوى عبدنا الكريم وأسقنا قفك إلهي نصيبك سوء قدري ولقيسته الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في waa digi saaxiib assalaamu alaykum afa sheekh halka ay ku ay suurada kala laabay ah waan dareemaya soo dhaw wad suurada kala bilow ya inna anzalnahu fi suratil qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr suratil qadr ana a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna وما أدريك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر طيب حق الرأضة إيو استاغ إذا إيو قاب كاللوغ استاغ إيو بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر قدر يعني الرأضة مكان كذي أسو قارسنسة قدر كليها دات لهذا الرأضة ولي أين الموقنين waxay noqonaysaa ay ka noqonaysaa sidii in daalka aad ku istaagtid oo kale wama adraka ma laylatul qadr ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr shahr laylatul qadri khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أحسن الله
إليك شيخنا عبد الرحمن، بارك الله فيك، حياك الله. قفك لاحقة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله. فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا من ربه. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من المؤمنين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهي waxaan u maleynayaa waqtiga salaadina waxa ka dhiman aadanka aad maqlaysaan salaadi maghrib ayaa la joogaa insha Allahu ta'ala. Salaadi maghrib kadib ayaan isku soo noqon doonaa biidin lahi al-kariim oo halkaasi barnaamijkeena aan ka sii bilaaban doono caawa inta ilaahay nasiibkooda ku darta ee ka faa'iideysata waqtiga iyo chaaniskaba iyo fursadaha ay haystaan bay ka faa'iideystaan. Maaha chaaniska aan ka hadlayno inta ugu badan halkan la soo wada gelayo la iskaga dhageysanay kama hadlayn, laakiin waxa ugu weyn ee chaaniska laga hadlay waa saacad ka mid ah waqtigaagii ee aada bixisay si kalaam ilaahay muxuu ahaa aada u saxdo ama nagaaga saxo. Kaasaan wax la siista aan lahayn saa in loo fahmo ayaa wanaagsan. Waayo waqtiyada dadka iyo chaaniska ay haystaan isku mid maaha, qofaan chaanis ba heli karin oo xaaladiisii ilaahay uun ogyahay oo mashquulsan 24 saaca. Marka baraka allahu fiikum, salaadii ayaanu soo tukanayna insha allah, kadibna waan soo noqonayna salaadi maghrib kadib waan soo noqonayna insha allah. Markaas ayaanu sii bilaabi doonaa barnaamijkeeni taasi la socda insha allah. Caawana casharkeeni suuradaha la iska saxay waa labada suuradood, suurat albayina iyo suurat alqadr. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يو إنا أنزلناه في ليلة القدر. مارك بعد صلاة المغرب أيانو هاود الدب أسود قلت دورنا إن شاء الله تعالى، يعني أكثر شيء بعد 20 دقيقة أيانو هاود كما قنان دورنا كدب لدب أسود قلنا سي ولا لذيني أينو خيرك ولو ذاكنو أدنكنا
وحان إذا كان رجيني يا إن إم بدن أتسود عشان قفك كقب قاضنا يا خدك توصل سوق لي يا وحان الله هاي لو ده صور ده صفي عم صوفير فيري أحكام التجويد ككتير صوفيري مخارج سفي عن وفيري مركا إن شاء الله وحين غونسا هذا متمكن سفي عن وآخرين كريا قرآن كان هكب خيرنا عدك إن إنا تقر حسان وح وح الوقر حي وح أول نفسا كلامك إلهي مركا ساسمي إن شاء الله تعالى وإنه حلقة بعد صلاة المغرب مباشرة إن شاء الله كنال كان هو كنال كيني برنامج كان وحنارك يا إن ضد بدن أقارد دون هدي إلهي لهذا أنه إلهي احتساب الأجر على الله راسنينا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.